ومساكم الله بالخير حبايبنا الغاليين، حياكم الله يا المرحبا. اليوم عند حبيبنا ابو تركي، انا ملقب ابو كاتب لانه دايم لابس الكمام ولا يبغى يبين. بناخذ اليوم من الله يبقيك. هلا هلا، الله يسلم، الله يسعد. نبي نشوف ابداعاته اليوم في الحديقه الجميله، طبخات الحلوه. اليوم عنده حركات جميله. اليوم عندنا ذا اليد وجنب، عندنا ذا الفتحه هذيك. هذا ايش؟ هذا منديشار. مندي اي صحن، هذا منديشار. يا سلام. اي هذا المنديشار. يا سلام. فهذه كشنه المندي صلحناها يا ابو حسام قبل. جاهز يعني، اطلع الرز. الله الله، حلو. هنا جبن مبشور. ايش نوريكم بعدين ان شاء الله شو استخدامه. رزنا اليوم رز البنو. يا سلام. هذا غسلناه نقعناه شوي. هنا هذه حبيبه الملايين، هذه كباب بالجمن محشي شحمه البطن. اي نعم. يا سلام. هذه كبده، شوف حركه الشحم ابو حسام. ايه. وهذه الاوصال، هنا الكلى والقلب. شوف 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 نظيف، شوف القز هنا قدام الحديقه والترتيب. الحين بدينا بالطبق الاول اللي هو المندي. يا سلام. نزلت الرز على الكشنه. وش عباره عن ايش؟ كشنه بصل طماط بهارات صحيحه شوي ماجي بس. بسم الله بسم الله. حطينا الحين حطها حطيت الجمر. جمر تحت للنكهه. ايه. يا سلام. وحطيت صحن علشان البلاط. ها؟ ايه نعم. صحن برمل. ايه مناسب جدا. بسم الله. نحط شو وزنية الموية للرز. سلام. بسم الله. ايه نغطي. بسم الله. بس وخلصنا يا ابو تركي. خلصنا بالله كمل عندك، شكلك كاده كد ما شاء الله. اي اكثر من 3 سنوات والله يا ابو حزام. لا مظله ولا شيء، تجيها امطار وشمس ما شاء الله. شوف حتى اللحام اللي هنا ما صدق. في واحد ثاني سبحان الله غير من الصحراء تقليد. اي والله العظيم يا اللحام واضح يعني الصدى حقه الاطراف، لكن هذا ما شاء الله. كم نبي نخليه؟ نص ساعة وأقل من 25 دقيقة في من الفصل يصير. إيه وبعدين؟ عقبها يمكن ساعة كاملة. المجموع كله كم؟ ساعة ونص؟ ساعة ونص تقريبا. الحين؟ ناخذ الكبسة أبو حسام، نشويها نقنق عليها هذا الحس. حلو، بدأ يتغير اللون. إيه. طبعا الكبدة حط معاه شحمة. شحمة بطني. اضطريها عشان ما تيبس. هذا استعداد ليش الحين؟ هذا نقدم بس الكبده في النقنقه. بصل، بقدونس. بصل، بقدونس وسماق. يا سلام. نشوف الكبده. الحين هذه النقنقه اللي قبل العشاء. الكبده المشويه. ها؟ اي لازم تدلع. لازم تدلع ضيفانك. الله يعطيك العافيه. هذه وش؟ هذه مرق اللحم. يصير معها عصره ليمون شوي. هذه ابو حزام الحين نحطها على المستوى اللي نبغاه. يا سلام. الان بنبدا بايش؟ الاوصال. هذه الاوصال. ممكن تعطينا تفصيله الاوصال باختصار؟ زيت زيتون، لا اله الا الله، معجون طماط، شوي هذا كمون. الحين الاوصال ابو حزام صلحها. بناكلها كذا على طول؟ لا لا لا، بنحطها في المغش الحين. اوه ايه. المغشات قلت عندنا اثنين، واحد مشوي وواحد مسلوق. وهذه المغشات، هذا واحد مشوي وواحد للمسلوق. السلام. والحين هذا قرب يستوي، وش نبي نحط عليه؟ نحط الحين مع الفطر هذا ما شاء الله. يا سلام. عطنا المكونات. طماط، بصل، ثوم، تحمسها مع البهارات، شوي صلصة، تضيف لها مويه بسيطه. اي لين تصير قوامها ثقيل شوي، لين تحط الفطر هذا كامل. اي نعم. الحين عمينا المغشات ابو حزام، نجرب نشوف. ما شاء الله. بسم الله. خلاص الحين ننزل اللحم هنا. حلو ما شاء الله. يعني كل اللحم المشوي الاوصال هنا. نعم. طيب وهنا؟ هنا اللحم المسلوق. يقول عقب الشوي طبخوه. ما شاء الله. هذا الان هنا المشوي، وهنا هذا المسلوق. مغش المسلوق. ها الله الله ما شاء الله. الحين نشيل من الفطر والصوص. الله
شوف الباخر من الاخر هذا. نعم على اللحم المسلوق ما شاء الله. الان الحين الجبن المبشور موزاريلا، وهذه على اللحم المسلوق طبقه الجبن. سلام. هذا كباب الجبن ابو حزام. يا سلام. يبي له 10 دقائق الى ربع ساعه يستوي مع العشاء. مكوناته لحم مفروم داخل، ملح، بهارات خفيفه، بس وسط جبن، طبقتين بينها جبن. نعم. طبعا هذه سبق ان شرحناها، موجوده في قناتي في اليوتيوب، لو دخلت بتلقونها شرح كامل عن طريقه تجهيزها. هذه شحمه البطن، بعضها مسميها يمين. بسم الله. الله تبارك الله. السلام 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 السلام. شوف الله مستوي، يسحب لي الجنب كذا. لا والله ذايب. ما لا قوة. شغل ايش؟ تترو. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. ما لا جاهز؟ جاهز. ننقلها؟ يلا. بسم الله. الله على الخبزة يا ولد. شوف. والحين يا سلام تقطيعها. ايه. بسم الله. بسم الله. يا مال العافية. يعني. كمل تقطيع. بسم الله. بيتزا. هذه المغشات، مغش المشوي ومغش المسلوق. السلام. بيض الله وجهك. بركات برميلك يا ابو حجام. الله تبارك الله. خدمها نعمه وزيدها واحفظها من الزوال. وهذه كامل. هذه المسلوق ولا المشوي؟ هذا لا المسلوق. ما شاء الله. الله تبارك. ما شاء الله الكريم. وهذا الجريش؟ هذا الجريش الاحمر. يا سلام. خلنا نروح حق البيت. وهذه الوصالة. الله الله هذه الوصالة. ارفع خلنا الحمار. ما شاء الله. حسابنا على سناب شات وفي يومياتنا، وبإذن الله تجدون ميسركم. ولا تنسون الاشتراك في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد. تضعوا اللايك وبدعمكم نستمر.